بسم الله الرحمن الرحيم أصدقائي المشاهدين مشاهدي أون تايم سبورتس في كل مكان، دائما وأبدا طيب الله أوقاتكم بكل خير. هنا استاد جهاز الرياضة العسكري، وتحديدا حيث لقاء الأسبوع 34 من دوري نايل للدوري المصري الممتاز. بالأمس القريب انتهت رسميا وربما طبعا المنافسة على لقب الدوري، حيث فاز النادي الأهلي وتوج بلقبه 44 بعد منافسة كبيرة جدا من نادي بيراميدز اللي أدى موسم استثنائي للغاية، وكان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق البطولة واللقب الأول. كرونسلاف يوريشيتش الضيف على مباراة اليوم، اختار أحمد ميهوب في حراسة المرمى كما يظهر أمامنا التشكيلة الرسمية، وتظهر تشكيلة طلائع الجيش صاحب الأرض والجمهور. عبد الحميد بسيوني يختار النهاردة عمر رضوان، علي حمدي، خالد سطوحي، عمرو طارق، أحمد متعب، إسلام محارب، حميد ماو، مصطفى الخواجة، كريم طارق، موسى ديوارا، ومحمد حمدي زكي المهاجم الوحيد في تشكيلة الطلائع هذا الموسم. طلائع الجيش في المركز ال11 من 32 مباراة 39 نقطة. كرونوسلاف يوريشيتش الكرواتي الدولي في حراسة المرمى، أحمد ميهوب على اليمين، الشيبي، وعلى الشمال حمدي، أحمد سامي، وعبد الرحمن جودة في نص في عمق محور الدفاع، بلاتي توري، محمد رضا، بوب وليد الكارتي، فخري لاكاي، محمود زلاكة، وفيستون مايلي في محاولة أخيرة ربما لمطاردة طبعا وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي. عبد الحميد بسيوني هداف كأس العالم العسكرية وفائز بكأس العالم العسكرية مرتين، ونجم الكرة المصرية ونجم فترة التسعينات مع نادي الزمالك ونادي الإسماعيلي، والعديد من التجارب في مواجهة خالصة مع لاعب ومدرب دينامو زاغرب الكرواتي السابق كرونسلاف يوريتشيتش. الكل يستعد من أجل انطلاقة المباراة. خالص تحياتي أنا معلقكم الرياضي محمود أبو الركب، ونتمنى لكم مشاهدة طيبة وممتعة للغاية فيما نتوقع من مباراة عنوانها ربما اللعب للشهرة أو اللعب للحصول على مركز الهداف، يا فيستون يا مايلي. بدأت المباراة على إيدك اليمين لو أنت في المقصورة الرئيسية لاستاد جهاز الرياضة العسكري نادي بيراميدز، وعلى إيدك الشمال نادي الطلائع صاحب الأرض والجمهور. طلائع الجيش من الفرق المميزة والصلبة جدا في الدوري المصري. مباراة الدور الأول بالمناسبة كانت التعادل السلبي ما بين الفريقين بلا أهداف. محمد حمدي استلامة يا ولد، حطها حلوة يا ولد يا ولد يا ولد، العرضية فيستون مايلي، جول، أول لدغة وأول خطفة، لا يستسلم أبدا، لا ييأس أبدا في رحلة البحث عن هداف الدوري ومطاردة وسام أبو علي. فيستون مايلي يسجل، ومطالبات طبعا بلمسة يد على محمد حمدي. طبعا حكم اللقاء الكابتن محمد الغازي، ينتظر ربما تدخل من الفي اي ار من الكابتن البنا. هنا هل دي بايده؟ مش واضحه بالنسبه لي الحقيقه، هل بايده ولا برافو محمد يا حمدي، برافو برافو، الكروس يعني ده زلاكه، ده زلاكه اللي سندها يا ولد، ده زلاكه وعملها كروس يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. فيستون مايلي طبعا مش لسه هيسمي، من غير ما يسمي، بص 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 بص، اهي اهي اهي، لا بالكتف بالكتف بالكتف، سليمه سليمه 100%، جت في كتفه، وفيستون مايلي يخطف على طول يا ولد. خطاف مهاجم، بقول لحضراتكم خليط ما بين جون انتوي وما بين احمد فيليكس، خليط ما بين الاثنين على حته كده، جون اوتاكا، خليط ما بين الثلاثه، بيعرف يلعب بظهره للمرمى، بيعرف ظهره للمرمى يعني احمد فيليكس، خطاف يعني جون انتوي، عنده لونج براست وعنده سبرنت جيد جدا زي طبعا جون اوتاكا هداف الدوري المصري موسم 99 2000 ومن الهدافين الاجانب. وبيراميدز يتقدم ب 1-0 رسميا في الدقيقه 8، فيستون مايلي في سباق الهدافين، ربما عنوان المباراه. ما زال فيستون مايلي، جول، فيستون مايلي جول، عنوان المباراه. بقول لحضراتكم عنده فرصه الهداف، عنده فرصة الهدف، وفي جزء من الثانية، فيستون مايلي وفي جزء من الثانية يحتفل مع جماهير نادي بيراميدز الحاضرة في المدرجات ويسجل الهدف الثاني. صحيح، خلق الدوافع، شوف من غير ما يسمي، بيشوط من غير ما يسمي يا ولد، خطأ قاتل في البناء والتحضير. خالد سطوحي كابتن وقائد الفريق، ما تجيش منك دي يا خالد، والتصويب على طول ومايلي ولا يسأل عنها طبعا عمرو رضوان. هدفين في اقل من دقيقة واحدة، يرفع رصيده طبعا ل 16 هدف. فيستون مايلي يصوب ويسجل ويسجل الثاني، ربما يكون خلق الدوافع. لما جم يتكلموا مع
كل مدربين وكبار مدربين العالم. لمسة ولعبة، فرصة العرضية، عرضية فعلا ملعوبة خطيرة جدا، لكن جودة ولا مين ده كارتي اللي جابه هنا بيغطي في موقف لعب تطلع منه تولت، يستحق مكانة أساسية الحقيقة في أكبر الفرق. ضغط على طول، وش رجل خارجي جميلة وملعوبة. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا شيبي يا ولد يا زلك يا ولد يا شيبي، ومن لمسة واحدة ومن لمسة واحدة اتحطت حلوة، لكن التمريرة مش متقنة. زلاكة وش رجل خارجي من اقصى اليمين لاقصى الشمال، حلوه 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 يا ولد، حلوه يا ولد، حلوه يا ولد، وانفراد وانفراد، لكن ميهوب يا ولد يا ولد يا ميهوب يا ولد. هي بيني وبينكم صعبه صعبه يا كريم يا طارق، صعبه جدا، الزاويه مستحيله. هو الراجل استلم وراح على المرمى، بص معاه مين معانا، مفيش حد مفيش حد معانا، يبقى اتصرف اتصرف وتصرف فعلا. لكن ميهوب وعلى طريقه النجمه بتاعه حراس الهاندبول الكبار ينقذ هدف لبيراميدز، هدف على بيراميدز وهدف لمصلحه طلائع الجيش، ربما كانت فرصه محققه. اعلى نقطه فوق ملعوبه، وميهوب في خروج خاطئ وتصويبه على المرمى تمر بعد ما كانت فرصه خطيره. اللي سيبها اكيد محمد حمدي جاي، عرضيه ملعوبه من محمد حمدي، خالد سطوحي بامان تومان على فيستون مايلي، استلام دوران كريم طارق، يبدا على طول لمحمد حمدي زكي، ضغط وهجمة مرتدة سريعة. يا ولد يا ولد يا ولد، ما فيهاش اوف سايد، صوب، جول 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 جول. يا ولد يا ولد يا ولد، يا كريم يا طارق يا كريم يا طارق، ما فيهاش، عملها نموذج نموذج نموذج. ده ايه ده يا جماعة، دول بيكلموا بعض في 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 دايرة سلكية لاسلكية مغلقة، مش ممكن التواصل ما بين بعض. ضرب الاوف سايد نموذج، بص بص بص، ابعت 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 في التوقيت، التايمنج التايمنج. يا ولد يا محمد يا طارق، ويملى ويعبي يملى ويعبي وش رجله، ويقول لك لسه لسه المباراة في الملعب. مباراة الثلاث اهداف حتى الان، كريم طارق يسجل واحد من اجمل الاهداف بعد ما ربط مع محمد حمدي زكي، وبعد ما كانت هجمه مميزه لنادي طلائع الجيش، يقلص الفارق ويعوض النتيجه وتبقى طبعا 2-1. ربما تشيك فار، ربما تشيك فار. طبعا كريم طارق قال له يا كابتن يعني خد مني وانت مطمن، قال له ما فيش مشكله، البنا الفي اي ار هيراجعوا تاني لحظة ضربة التسلل. هي اتعملت نموذجية، يعني ثانية جزء من الثانية تغير مجريات المباراة والهدف. ادي فيستون مايلي بيكلمه بيقول له حطيتها حلوة بصراحة، قال له شكرا يا فيستون انت هداف برضو. طبعا ده من وحي خيال المعلق، لكن على ما يبدو اتأكد الهدف فعلا، اتأكد الهدف اتأكد الهدف. فرحة كبيرة، الطلائع كان محتاج هدف اهي، شوف هي هي دي هي دي التوقيت التايمنج. يا محمد يا حمدي يا زكي يا بطل يا بطل يا بطل يا ولد. وكريم طارق جود فينشر على المرمى، حطها على طول وفنش في مرمى احمد ميهوب اللي لا يسال بالمناسبه عن الهدف. هي الثانيه من الوقت بدل الضايع، ربما الوقت الافضل لطلائع الجيش من اجل التعادل. العرضيه ملعوبه، تخبط وتطلع في العرضه والتصويبه، وعلى مرتين، ومين يقابل دي؟ لكن بلاتي توري تيجي لنا. عموما اتعامل معاها بامتياز ميهوب، لمسة ملعوبة، هجمة مرتدة، زلاكة زلاكة، فرصة العرضية، القدم اليسرى، زلاكة لازم الإنتاج يزيد، عرضية جميلة، والتالت التالت التالت التالت. الله 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 يا ولد. محمد رضا بوبو، اكتب عندك، محمد رضا بوبو يسجل الهدف الثالث بعد صناعة من إنتاج غزير جدا من الفتى الطائر زلاكة زلاكة زلاكة. يا ولد يا زلاكة، عملها ازاي؟ اهي اهي صنع النهاردة هدفين، خدها وراح واحد على واحد. يا ولد بيعرف يعمل البنتريشن والاختراق ممتاز جدا، ويلعب العرضية ومن لمسة أولى. محمد رضا بوبو بالتوقيت والمكان والزمان ولمسة نموذجية، بيراميدز يتقدم بالثالث في شوط أول رائع وفي مباراة الأربع أهداف. وعلى ما يبدو فعلا يطلق حكم اللقاء الكابتن محمد الغازي صافرة نهاية الشوط الأول الجميل، شوط أول بأربع أهداف، ثلاثة لنادي بيراميدز، تقدم فيستون مايلي، عزز فيستون مايلي، قلص كريم طارق لطلائع الجيش، ثم ينهي طبعا محمد رضا بوبو الهدف الثالث لمصلحة فريقه وينهي به الشوط بعد صناعة مميزة جدا من زلاكة. أصدقائي المشاهدين، نرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا. استراحة قصيرة ولنعود مع بداية أحداث الشوط الثاني، إلى اللقاء. هي مباراة طيبة لكل الطاقم،
وخلونا نفكر بطاقم التحكيم الكابتن محمد الغازي الظاهر امامنا حكم اللقاء، مع هاني عبد الفتاح حكم مساعد اول، حسن رمضان حكم مساعد ثاني، سيد شعبان الحكم الرابع، محمود البنا في اي ار، ومصطفى عطيه حكما مساعدا لتقنيه الفيديو. ضغط على طول، فرصة العرضية ملعوبة لكن يطلعها برافو الكاتي، وعلى مرتين ومرة تانية وتالتة وجول جول. الله 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 يا ولد يا أحمد يا متعب يا أحمد يا متعب يا ولد يا ولد. وبالقدم اليسرى لبست في وش رجله على طول ولفت لفت جميلة جميلة. خلينا نشوفها تاني وسط مطالبات بلمسة يد ووسط لحظات من عدم التركيز، طلع الجيش يخلي المباراة أجمل وأجمل. أدي العرضية اتلعبت هنا، هما بيلعبوها، طلبوا لمسة يد، لمسها عبد الحفيظ. يا ولد لمسها جودة، لمسها عبد الرحمن جودة وهي رايحة، لكن لبست في وش رجله صح أشول وبالطب قدامه. يا ولد عالطاير، واحد من أجمل الأهداف. كرونسلافي روشيتش بيقول لهم يا جماعة أرجوكم طلع على جنب، اللي يطلع يا أخوانا يطلع على جنب، لكن هي كرة القدم ومتعتها وجمالها بالتسجيل من أخطاء المنافسين. سلامات ولا دكارتي، أعلى نقطة فوق ارتقاء، برافو أحمد سامي. فيستون مايلي، بلاتي توري، شافوا زلاكة 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 على المرمى ولد. الله 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 الله، اتنين اسيست وجول وبالراحة عليه. لاكاي عمل له تلبيس اكتاف. يا ولد احتفال مصارعة احيانا بتندم ان انت سجلت هدف، وينهاله عليه بالضرب، طبعا ضرب الحبيب. لكن يا ولد يا زلك محمود عبد الحفيظ متألق. شوف بقى مين اللي شافه كارتي من الاول. الكابتن بسيوني يقول لهم يعني نعمل ايه يا جماعه، كل ما نقرب يبعدوا هم. لكن يا ولد ده بلاتي طريق حطها له لمسه اولى وثانيه ووش رجل خارجي، يبدو انه زلكة نسخه من تريزيجيه، محمود حسن تريزيجيه، نسخه منه، زلكة بنفس الستايل بنفس الاسلوب، بيفكرني بتريزيجيه في عمر ال 22 سنه وهو بيحطها، وحطها جميله، لمسه اولى وش رجل خارجي، ولمسه ثانيه برضه وش رجل خارجي وبعيده عن حارس المرمى، وزلكة يرفع النتيجه لاربع اهداف. مباراه جميله للغايه، مباراة الست أهداف في الأسبوع الـ34 من دوري ناين. مظبوط، برافو. أدي لمسة على طول ملعوبة في نص الملعب، وليد الكارتي على طول على دائرة نص الملعب، محاولة الاستلام والخروج بالكرة، فيستون مايلي فكر في تصويبة ولا زلاكة. من أين لك هذا؟ فيستون مايلي صاروخ هاتريك هيرو. يا ولد بيفكر في التصويب. اعقل ورسيلك على قارة يا فيستون يا مايلي من اخر الدنيا. يا ولد يسجل يا ولد واحد من اجمل اهداف الجولة، ان لم يكن من اجمل اهداف الموسم. فيستون مايلي على الهداف ناوي، ومفاجأة صاروخ. يا ولد هو خد القرار، ما بدهاش بوم في المرمى على طول. يا ولد هو من على بعد وقال لك ما بدهاش. وسام ابو علي امامكم، مطاردة وسام ابو علي واجب على فيستون مايلي اللي بيطمح للقب الهداف، وصاروخ من على بعد. يا ولد صاروخ هاتريك. احمد سامي يبدا على حدود المنطقه، لمسه ولعبه يا ولد عند يا ولد يا كارت عملت كل حاجه يا راجل، عملت، شفت الفنت سيسور، فنت نموذج اشترى بيه الوقت. يا ولد عمرك سمعت عن واحد بيشتري الوقت؟ اهو وليد الكارتي قدام عينك عمل السيسور الفنت، اهو الفنت ده اداله جزئين برهه من الزمن. لمسه ولعبه مرة أولى وثانية على حدود المنطقة، فرصة التصويب على طول مرة، والتصويب يا ولد لو جت واحدة من أحسن، لحميد ماو لو جت كان يبقى هدف لحميد يا ماو.
كان يبقى هدف رائع جدا 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 من تحت رجله، وراح موسع واحده والثانيه في المرمى لكن مرت جنب القائم يا ولد. وبالفعل يطلق حكم اللقاء صافره نهايه المباراه كابتن محمد الغازي، واحده من اجمل المباريات ربما اللي تابعناها مع بعض هذا الموسم. مباراه الخمسه اهداف سجل فيستون مايلي فيها هاتريك، وسجل ايضا محمود عبد الحفيظ زلاكا هدف قبل ان يسجل محمد رضا بوبو الخمسه اهداف بتوع نادي بيراميدز، بينما طلائع الجيش كان سجل لي كريم طارق واحمد متعب واحد من اجمل الاهداف. اصدقائي المتابعين، اصدقائي المستمعين، نرجو ان تكونوا قد استمتعتم معنا. شكرا للفريقين بيراميدز وطلائع الجيش على ما قدموه في مباراه السبعه اهداف في هذا المساء دوري نايل الجوله 34. شكرا جزيلا، محمود ابو الركب خالص تحياتي.